And Jazz is really looking forward to partnering with Gulf Bank this year to bridge the divide between the private sector and your employees, and more specifically, and students, and hopefully future Gulf Bank employees, or at least customers in the future. And I hope this is the beginning of a beautiful relationship between InJazz and Gulf Bank. I want to raise awareness, and I want to help the kids. It will help educate the future generations of Kuwait. Our main aim is to provide Gulf Bankers the opportunity to give back to the community. انتوا بنات المستقبل، وانتوا اللي احنا نتامل ان انتوا رح تكونون فعلا الطاقه اللي احنا نبي نستوعبها حق بناء المستقبل يعني. فكل واحده فيكم عليها مسؤوليه، ومسؤوليه مهمه ان هي تهتم في دراستها وفي مستقبلها وفي نمو، وطموحها ان هي تنجز شيء في المستقبل. يكون عندنا فعلا الفكرة إن أنا أبي أكون شيء في حياتي، أنا إنسان أبي أقدم حق المستقبل شيء يذكرني فيه المجتمع، وشيء جديد، إبداع، اللي يسمونه بالإنجليزي think out of the box. إحنا تكونون أنتم مثلاً مخترعات، مبدعات، فنانات، في واحدة يكون عندها أي موهبة ممكن هي تسقلها يعني، والموهبة مو شرط إن هي تكون موهبة اللي هي تكون مكسب من وراها مادي، لازم يكون عندنا إحنا طموح إن إحنا نبني شيء حق المستقبل، حق الوطن.